غيرها. نعم. معنا اتصال هاتفي، نقول الو. الو. الو، حياك الله اختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله ألف ألف خير، مشكورين على البرنامج. الله يبارك فيك يا أختي. سامحينا طولنا عليك، سامحينا أختي، الله يسلمك. والله أنطر لو لباكر الصبح. الله يبارك فيك. بالنسبة للكويت شيء مو طبيعي يعني. نعم صحيح. بس الحمد لله الله يشفي الجميع إن شاء الله. اللهم آمين، اللهم آمين. أنا أكلم الشيخ. تفضل يا أختي. يعطيك العافية شيخ. الله يعافيك. جزاك الله خير. الله يخليك شيخ، أنا الحين فيني لي تقريبا يومين، يعني عندي خدامتي جايتها طيرة مو طبيعية. يعني تتنرفز ترددني، ما ادري احس، تقول ماما احس بضيقه، احس راسي حار، كذلك بعد عندي عيالي جايتهم طيره مو طبيعيه، فجاه يلعبون مع بعض بلمس البصر غمضه عين قاربين مع بعض، مو شطانه عيال لا، شيء مو طبيعي، انا نفسيا احس انه في شيء. هذه شغله. شغله ثانيه، شنو خدامتك ام عمر؟ شنو خدامتك؟ خدامتي اثيوبيه. اثيوبيه نعم. يعني مع ذلك لها سنه عندي وما شاء الله تبارك الرحمن، يعني الحمد لله ما عليها غبار. للأسف لها يومين كنا معزومين يعني عند ناس يعني قرايبنا، وردت المرأة ما أدري إيش فيها من قلبها. هي نفسيا تقول ماما أحس بضيقة بصدري، أنا من نوع اللي دائما أقرب بيتي، أقرأ لعيالي، زوجي يقرأ لعيالي الله الحمد يعني، وما أخلي يجاوني على طول أشتغل ببيتي، ما ماكو فايدة. نعم. هذه شغلة. شغلة ثانية يا شيخ، أنا أحيانا أحس بضيقة، أحس برجفة، أحس يعني أشوف شغلات أو يعني شغلات نفس الحلم وأنا صاحية. للأسف يعني خلال ساعتين ثلاث ساعات كل شيء شفته قاعد يصير قدامي، أنا ما أدري شنو فيني. يعني أنا مرة جبت شيخ وقرأ علي والمقرأ عليه ما يخلى من عندي. حلم يغضى أم عمر؟ نعم. حلم يغضى؟ ما أسمع عفوا. أقول لك حلم يغضى يعني؟ يعني وانت قاعدة يعني تأتي لك أوهام أو بعض هذه الأمور أو هذه الرؤى؟ شيخ مو أوهام. نعم. لأن أنا قبل هالمرة يعني جتني ضيقة وشعري يتساقط وعوار بالرأس، فقلت أحسن شيء إن في شيخ يقرأ علي. يعني وللأسف البيئة اللي أنا عايشة فيها يعني مع احترامك شيخ كلها يعني من ناحية الشعوذة والعرافة، يعني حدث ولا حرج، بس حسبي الله ونعم الوكيل في الظالم. ألو. نعم وياك يا عمر. واضح. ما ودي أطول عليك بس يعني بس أنا ودي أفهمك يعني حالتي بس باختصار. وبعدين جاني شيخ وقرأ علي وقال هذه متلبسها في جن متلبسها. أي. ما قال لي سحر، ما قال لي أي شيء. فأنا بالصلاة وقراءة القرآن والماي المقري وبالزيت، بس الشيخ اللي فيني يعني أشوف شغلات ويعني نهجة بتصير، أعوذ بالله من الشرج وما علم غيب لرب العالمين. أشوف شغلات كيف تصير وللأسف قدامي. يعني أنا أشك بنفسي، يعني أحيانا يجيني هبوط، يجيني دوخة، أطيح، أتكلم مو عارف ايش الكلام هذا اللي قاعد اقوله شنو بالضبط. نعم واضح ام عمر، بارك الله فيك وتحياتنا لك. بارك الله فيك ام عمر، ووضحت يعني هذا السؤال. معنا اتصال اخر، نقول الو. الو. مشاهدي الكرام للمشاركه طرش حرف الباء على الارقام اللي موجوده على يسار الشاشه، الموجوده الارقام على يسار الشاشه، طرش حرف الباء وراح ان شاء الله الاخوان يتصلون عليك بشكل مباشر. الاخت مريم، حياك الله اخت مريم. الو. حياك الله اخت مريم. اهلا، شلونك اخوي احمد؟ حياك الله، بارك الله فيك يا اختي. مشكور على البرنامج الحلو. الله يبارك فيك. ممكن اكلم الشيخ؟ نعم تفضل، وياك يسمعونك. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. شيخ انا بصراحه تزوجت وتميت مع زوجي سنه ونص وبعدين اتطلقت، ومن عقب ما اتطلقت بصراحه ما ياني نصيبي، وكل ما اروح يعني مثلا افتح او شغله حلم احلام مزعجه كله يقولوا لي مثلا ان انت مسوي لك عمل ومدفون، وما اعرف الطريقه يعني حتى مثلا ما يجي احد يخطب شغله مثلا كل شيء يصير بعدين. يعني شنو تفتحين يعني يا اخت مريم؟ يعني احد يقط لك فال ولا شغله يعني؟ لا ساعات انا مثلا عند شيخ والله شيء لا فال فال زين، وساعات لما احلم يعني مثلا حتى ادق على خدمة الاتصالات اللي تفسير الأحلام مزعجة يعني وايد، يعني أحلام مو حلوة. أي. وكل ما يعني دايم كل ما أفتح شغلة مثلا كله يقول مثلا أنت مسوي لك عمل والعمل مدفون. نعم يعني ما أخت مريم، أنت دايما تكرر كلمة أفتح يعني عند مشايخ ولا من خلال استخدامك للفال ولا شنو ولا المشعوذين؟ لا عند مشايخ. نعم طيب، فإذا كان كذلك نقول أن الوضع هذا غير طبيعي. نعم. الوضع هذا قد يدل اذا قالت والله انا رايحه ناس، وبالتالي بعد ذلك يعني تعبنا وتاثرنا، ومنهم اللي يشكو صداع الى اخره. نقول العين حق، وفي الغالب يعني بعيد عن السحر في حالتها، تقول حتى انعكس عليها هي في مساله انه والله تحس تشعر بضيقه وتشعر أنا دائما بتوتر. اقول لك يعني وللمشاهدين. نعم. الاخوان والاخوات،
العين غالبا ما تسبب الضيق في الصدر، طيب، وتسبب ايضا الاختناق وتسبب الصداع وتسبب آلام الظهر. اذا كانت المرأة متزوجة وهذا معاها وهي مستقرة في حياة زوجها، هذه عين ليست سحر، انما السحر الذي يأتي في باب الكره، وهذا هو في الغالب كما قال سبحانه وتعالى: يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فإذا فرت من زوجها، فر من زوجته، ضعفت المعاشرة بينهم، في كره غير طبيعي موجود، يرى زوجته على غير حقيقتها. يعني قبل فترة اتصلت علي أحد الأخوات وقالت: أخي متزوج يعني ما صار له أسبوع، فر من البيت. يقول: أنا ما أقدر قدام المرأة هذه، أشوفها أشوف شيطان، عيونها خاف منها. هذا شيء غير طبيعي. صحيح. فلهذا نقول السحر لا بد يعرفون الشيء اللي يفرق ما يجمع. الأمر الثاني إذا كانت فيه ضيق وفيه كذا، إنما هذه عيون حسد. والمشكلة أن إحنا بزمننا الآن أن ما في تحصين ترى. ما في اهتمام بأذكار صباح مساء قبل النوم. صحيح. والإنسان متى يعرف القرآن؟ إذا نزلت به مصيبة ما فتح القرآن، إذا مات له ميت فتح القرآن، لكن ما يتخذ القرآن منهج حياة. لا. صحيح. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لذاك الصحابي، قال: اقرأ القرآن في كل شهر. يقول الإمام القيم أن هذه أقل مدة أن يختمها كل شهر. الآن الناس ما تختم القرآن إلا من رمضان. صحيح. فبالتالي إذا أصابت مصيبة يبحث من إيش كذا 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 إلى آخر حتى نقرأ. نقول من أراد الشفاء والعافية يتخذ القرآن منهج حياة، كل يوم يقرأ منه ويحصل نفسه تحصينا كاملا بالأذكار. نعم. وبالتالي يعني يبدأ. نعم. شيخ، أخت مريم تقول أنها تزوجت يعني سنة ونص وتطلقت، وكل ما يأتي أي شخص يعني يطلب يدها للزواج ما تتم الزواج، وما وما تحصل على يعني نصيبها في هذا الموضوع، وتشعر دائما بالقلق والتفكير والتوتر وغيره في هذا الموضوع. نعم. هل هذا من باب السحر؟ هذا له حالتين. نعم. الحالة الأولى قد تكون حالة نفسية طبيعية. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن على المرأة قال: كسرها طلاقها. إذا المرأة تطلقت انكسرت، وناهيك عن كيفية هذا الانكسار، انكسار خاطر، انكسار نفسية، ضعف، انطوائية، هموم، مشاكل داخلية، هذا موجود في عالم المطلقات. صح. طيب، هذا أمر. فبالتالي ما نلقي دائما على قضية السحر. نعم. الأمر الثاني إذا يعني تطلقت من غير سبب واضح. نعم. طيب، ورأت أن الأمور غير طبيعية، فجأة الرجل يعني مثل ما يقول قلب عليها وطلقها. نعم. فبالتالي نقول إذا في أعراض موجودة قد تكون هذه من آثار السحر. قضية تطفيش الخطاب هذا وارد. ايه؟ وارد. نعرف أن نحن في بعض العوائل، نسأل السلامة والعافية، البنات وصلنا إلى عمر 40 سنة. صحيح. جميلات، حسب نسب إلى آخرة، كل يعني ما بقى يعني كبير وصغير من الناس إلا وطرق بابهم، مع ذلك ما يتم الزواج. قضية الربط. الربط. نعم. احنا يعني يمكن نبي يعني بعد اذنكم ان اذا في مجال ان نمدد الحلقه شيء بسيط. شيخ محمد وشيخ ثامر اليوم نخليها سهره ان شاء الله. سهره في عمل الخير باذن الله تعالى. يلا يا الفجر بعد، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يكون في ميزان اعمالكم مشايخنا. بارك الله فيكم. احنا